تحياتي للجميع. أقدم لكم اليوم على غير عادة الكتب، أقدم قاموسا في علم الاجتماع وتحت عنوان مصطلحات علم الاجتماع للأستاذ فاروق مداس. القاموس صادر عن دار مدني بالجزائر العاصمة. القاموس من نوع الجيب، يسهل حمله أينما كنت. يقع القاموس في 340 صفحة من الحجم الصغير الذي يسهل وضعه في الجيب أو الحقيبة أو المحفظة. هذا القاموس هو محاولة لإثراء رصيدك المعرفي، سواء كنت طالبا أو أستاذا أو باحثا أو تلميذا أو مهما كانت درجتك العلمية. فكما يعلم الجميع بأن القواميس هي بصفة عامة تعد من الأعمدة الرئيسية التي يقوم عليها أي بحث، مهما كان نوعه ومهما كانت درجته ومهما كان مستواه. في الحقيقة وضع الكاتب قاموسه هذا بشكل بسيط، حيث أخذ المصطلحات وعرفها لنا بشكل مختصر وسهل، حيث تأخذ فكرة أولية عن المصطلح ثم تنتقل إلى أي حالة أخرى وتبحث في المعاجم وفي الكتب المتخصصة. فهذا يساعدك كثيرا على أخذ فكرة أولية لمعرفة المصطلحات بشكل كبير بعد البحث والدراسة. فمثلا عرف مصطلح اليوتوبيا إيتوبي، ويقول بأن استعمل هذا المصطلح لدى توماس مور، وقد كانت عبارة عن سلسلة من أعمال النقد الاجتماعي في إطار محاولة إنشاء دولة خيالية أو مجتمع خيالي. ومن مزاياها أنها تسمح بانطلاق الفكر المتحرر في علم الاجتماع، لأنها تجعل المؤلف يتجنب اللوم والنقد فيختفي تحت شعار القصص ليصبح ناقدا لمجتمعه دون خوف أو حرج. فهي في الحقيقة نوع من التمثيل السياسي والسوسيولوجي الخلاق. أما مصطلح غوغاء فيقول عنه بأنه حشد أو تجمع من الناس يتميز بالاضطرابات والانفعال ولهدف أو مصلحة مشتركة تدفعه إلى أفعال التدمير والعنف والعدوان. حيث يعرف الإيكولوجيا على أنها دراسة العلاقة بين الكائنات العضوية والبيئة المحيطة بها، وبخاصة في الأنثروبولوجيا، فضلا عن توافق الثقافات الإنسانية مع البيئة الجغرافية. أما في العلوم الاجتماعية فإن الاهتمام ينصب على الإيكولوجيا البشرية، حيث يعني الباحث بتحليل العلاقات بين الجماعات الإنسانية والبيئة الفيزيقية. ثم يعرف لنا الإيكولوجيا البشرية والإيكولوجيا الاجتماعية وعلاقتهما بالالتزام الاجتماعي. كما تعرض إلى المصطلحات التالية: الاستيكا، الاستخبار، الأسرة، الاتجاه الوضعي، الإجرائية، الإباحية، الإبدال الثقافي، الأجور، الإحباط، الإحساس، الإحصاء الاجتماعي، الإحصاءات الحيوية، الإحلال، الأخلاق، آداب السلوك، الإدارة، الإدارة العلمية، الإدراك، الإدماج، الأسطورة، الإسقاط، الإشارة، الإصلاح الاجتماعي، الإطار المرجعي للفعل، الأعراف، الإقطاع، الإقليم، الإقليمية، الإكراه، الإلهام، الإمبريقية، الأمة، الأنا، الإنسانيات، والأنوميا، وغيرها من المصطلحات الكثيرة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.